ملفنا اللي هنبدأ بيه حلقتنا النهاردة حقيقي ملف محتاج يتذاكر ويتحفظ عن ظهر قلب. أعده لنا فهد حسن، وشارك في الإعداد محمود الجايدي. وبطلب من كل واحد بيسمعنا النهاردة أنه يسمعوا وينشروا على قد ما يقدر، ويسمعوا لكل حد يقدر يوصله له. الملف ده مهم جدا جدا جدا. اتعودنا دايما ان احنا بنتطرق للملفات اللي بيكون فيها جن، ارواح، شرور دموية، رعب. لو قلتلك ان الملف ده بيتضمن كل اصناف الشرور اللي الواحد ممكن يستوعبها وحتى كمان ما يقدرش يستوعبها. الملف عن التاريخ الأسود، التاريخ الصهيوني. من فضلكم اسمعوا بتركيز واحفظوه زي ما طلبت من حضراتكم عن ظهر قلب، وانشروه واعتبروا وانتوا بتنشروه بتسمعوه للناس ان انتوا بتساهموا في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية وبالصهاينة، لان في اجيال كتير، مش هجزم واقول انها اجيال كتيرة جدا، ما تعرفش التاريخ الاسود. كل اللي تعرفوا عنهم ان هم محتلين لفلسطين، لكن تفاصيل اكتر مش هتلاقيها موجودة. سمعوا لاخواتكم الصغيرين، واسمعوا اكيد انتوا كمان، سمعوا للاجيال الجديدة، اعملوا شير على قد ما تقدروا، وزي ما بقول خدوا نية كده وانتوا بتنشروه ان انتوا بتوعوا أجيال بالقضية من بدايتها. هو موضوع من أهم المواضيع في التاريخ العربي، مش بس مهم للجيل الحالي، لكن للأجيال اللي فاتت والأجيال اللي جاية. تاريخ الصهيونية، العلاقة بيننا كعرب، وهل إحنا وهم فعلا ولاد عم زي ما بنسمع؟ خلينا نرجع بالزمن ونحكي الحكاية من البداية قوي، ونرجع بالزمن إلى سيدنا نوح عليه السلام أيام الطوفان العظيم اللي غرق الأرض. وحسب ما هو مكتوب في كتب التراث أن بعد لما سيدنا نوح ركب السفينة كان ليه 4 أبناء، سام، حام، يافث، وكنعان. يقال أن كنعان هو اللي رفض ركوب السفينة ومات في الطوفان، واتبقى 3، ودول هما اللي كملوا بعد كده وخرج منهم معظم البشر الموجودين حاليا. يافث اتجه الى اوروبا ومن ذريته خرج الاوروبيين، حام اتجه الى افريقيا، وسام اتجه الى المشرق الجديد وتحديدا اليمن وخرج من ذريته العرب. وتمر السنين ويأتي سيدنا ابراهيم وحكايته الشهيرة لما قوموا رموه في النار وربنا نجاه منها. اتجوز سيدنا ابراهيم من السيدة سارة والسيدة هاجر. السيدة هاجر حملت منه وأنجبت سيدنا إسماعيل، وعاشت مع ابنها في شبه الجزيرة العربية لحد ما مرت قبيلة عربية وشافت بئر زمزم اللي ربنا أخرجها للسيدة هاجر. وكان العرب زمان بيتميزوا بالأخلاق الفاضلة والكبيرة. استأذنوا السيدة هاجر إن هم يعيشوا بجوارها ويستخدموا بئر زمزم، رغم يعني إنها كانت امرأة وحيدة، هم قبيلة كاملة، لكن رغم كده استأذنوها ورفضوا يأخذوا البئر رغما عنها. وعاشت السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل هناك مع القبيلة العربية، واتجوز منها سيدنا إسماعيل وأنجب ذرية كبيرة اللي خرج منها بعد كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة سارة أنجبت من سيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق، وعاشت في منطقة بيت المقدس. وفيما بعد سيدنا إسحاق أنجب سيدنا يعقوب،
وسيدنا يعقوب اتعرف بعد كده باسم إسرائيل، ومعنى الاسم عبد الله. إسرا تعني عبد، وإيل تعني الله. وعشان كده نسمع كتير كلمة إن العرب واليهود ولاد عم، وده حقيقي لأن العرب هم أحفاد سيدنا يوسف، وبني إسرائيل هم أحفاد سيدنا يعقوب، وكلهم في الأصل من أولاد سام ابن سيدنا نوح. سيدنا يعقوب ينجب سيدنا يوسف، ويحصل ان اخوات سيدنا يوسف يرموه في البير زي ما احنا عارفين القصة، وبعدها بينتقل سيدنا يوسف لمصر وهو طفل صغير، لحد ما بيحصل حادثة المجاعة الشهيرة وبيفسر سيدنا يوسف الرؤيا. وبعدها سيدنا يوسف يبقى عزيز مصر، وبيبعت لاخواته وسيدنا يعقوب ان هم ييجوا يعيشوا معاه في مصر. ومن سلالة أخوات سيدنا يوسف بتخرج ذرية بني إسرائيل، وبيعيشوا مع المصريين عيشة كريمة لحد لما بيظهر الفرعون اللي بيستعبد ذرية بني إسرائيل. وبيقال إن الفرعون ده من الهكسوس اللي احتلوا مصر وقتها. وبعدها بيظهر سيدنا موسى عليه السلام والقصة الشهيرة مع الفرعون وشق البحر، ويأمره الله عز وجل أن يأخذ بني إسرائيل ويذهب بهم إلى أرض بيت المقدس، لكنهم بيرفضوا. فيقول الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق الله العظيم. ويعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بعقاب إنهم يتوهوا في صحراء سيناء 40 سنة ما يعرفوش يخرجوا منها. 40 سنة فضلوا تايهين في الصحراء، محرم عليهم انهم يدخلوا ارض بيت المقدس. بعد 40 سنة بتروح تعيش ذرية بني اسرائيل في بيت المقدس جوار اهل البلد الاصليين، لكنهم بيفسدوا في الارض كعادتهم ونسوا عبادة الله، فاخرج لهم الله من انفسهم انبياء. وللأسف كان بنو اسرائيل بيقتلوا الانبياء حد لما ظهر سيدنا سليمان عليه السلام وأتم بناء بيت المقدس. سخر الله لسيدنا سليمان الجن، ويقال أن سيدنا سليمان خلى الجن يبنوا هيكل سليمان، والهيكل هو بيت عبادة لله كبير الحجم، قيل أنه يحوي ما يسمى بقدس الأقداس، ودي عبارة عن كنوز خاصة ببني إسرائيل زي تابوت العهد وبعض آثار الأنبياء. وسماه سيدنا سليمان بيت يهوه، ومعناه بيت الله. ولكن عرف هذا البيت عند بني إسرائيل باسم بيت همقداش، ومعناه البيت المقدس. بالمناسبة المسجد الأقصى اللي وضع قواعده هم الملائكة، واللي بناه هو سيدنا آدم، وكان بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة. ودي معلومة مهمة لازم نعرفها عشان ننفي كلام الصهاينة إن هم اللي بنوا المسجد الأقصى. وكمان الصهاينة بيحاولوا يخفوا الشكل الحقيقي للمسجد الأقصى، لأن الصورة المنتشرة على الإنترنت من زمان للمسجد الأقصى، وكلنا للأسف لفترة مش بعيدة كنا فاكرين إن هو ده المسجد الأقصى، الصورة دي غلط. الصورة اللي بنشوفها دي هو مسجد قبة الصخرة. ولاحظوا حضراتكم انكم لو كتبتوا اسم المسجد الاقصى في جوجل هيظهر لك على طول قبة الصخرة، وده مخطط صهيوني لاخفاء الشكل الحقيقي للمسجد علشان ناس تنساه بالتدريج. وبالفعل قدروا الى حد كبير يخفوا الشكل الحقيقي. ودورنا هنا ان احنا نوصل ليك المعلومة وانت توصلها لغيرك. ومن اسباب ان هم بيحاولوا يخفوا الصورة الحقيقية للاقصى علشان لما يهدموه محدش يثور عليهم في العالم، لأن عندهم اعتقاد أن تحت المسجد الأقصى موجود هيكل سليمان. بعد موت سيدنا سليمان بيرجع بني إسرائيل للضلال والفساد كعادتهم، لحد لما بيظهر في مملكة بابل الملك نبوخذ نصر، واللي بيقدر يحكم كل الممالك اللي حواليه، وبيدخل أرض بيت المقدس وبيدمر الهيكل اللي بناه سيدنا سليمان، وكمان بيقتل معظم بني إسرائيل وبيهرب الباقي ويتفرقوا ويتشتتوا في بلاد كثيرة بسبب فسادهم وضلالهم، وبيطلق عليهم أولاد الشتات. بيمر حوالي قرنين من الزمان
ويأتي سيدنا عيسى عليه السلام ويدعو إلى توحيد عبادة الله الواحد الأحد. لكن بني إسرائيل بدل ما يتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام بيتهموه بأنه ابن غير شرعي، برغم المعجزات الكثيرة اللي حصلت على يد سيدنا عيسى. وبيوصل بيهم الحال ان هم بيتأمروا عليه علشان يقتلوه كعادتهم في قتل الأنبياء. ثم يظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشعر اليهود بالغضب لأن سيدنا محمد خرج من العرب، وتحديدا من نسل سيدنا إسماعيل، ورغم أنه مذكور في التوراة لكن بينكروا الحقيقة بسبب عادتهم في الفساد والحقد. ولما سيدنا محمد بيهاجر للمدينة كان عايش هناك اليهود في حصن خيبر، لكنهم بيتفقوا مع كفار قريش ويقتلوا المسلمين ويخونوا العهد والميثاق اللي كان تم بينهم وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيتم طردهم من المدينة المنورة ومن أرض العرب والمسلمين. مرت فترة الرسول وصحابته الكرام، وبعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تم فتح أرض بيت المقدس على يد سيدنا عمر بن الخطاب. وتمر مئات السنين ويبدأ اليهود يحاولوا يتجمعوا من جديد. وخليني أصدمك وأقولك أن إسرائيل كان مقرر لها أنها تتعامل هنا في مصر في سيناء. سمع المعلومة؟ أيوة، كانت القرار أنها تكون في سيناء مش في فلسطين خالص، واختاروا فلسطين في الآخر بعد 20 سنة كاملة من محاولاتهم أنهم يعملوا دولتهم المزعومة لهذا الكيان الفاشل في مصر. وهنعرف ده أكتر في الجزء الجاي من ملفنا النهاردة. بفكركم إحنا لسه في ملف التاريخ الأسود، التاريخ الصهيوني، واللي بطلب من حضراتكم إنكم تنشروه على أوسع نطاق، لأن كل واحد فينا ليه دور إنه يعرف الكل بالتاريخ الصهيوني الأسود. سنة 1860 ميلاديا اتولد في المجر طفل يهودي اسمه تيودور هرتزل، واللي بيعتبر الأب الروحي لإسرائيل. بس خلينا أقولك الأول إن أنا عايز أخدك معايا في رحلة بسيطة قبلها بكام سنة، قبل ما نحكي عن هذا الرجل تحديدا في القرن ال17. وببساطة وبدون الدخول في تفاصيل تحيرك، الوقت ده كان ذروة إبعاد الأقليات عن الحياة بكافة أشكالها في أوروبا، والتمييز عن سائر الشعب بعدة أشياء، منها مثلا إن كل أقلية تعيش في حي واحد، تضيف على لبسهم شيء يميزهم عن العامة وأهل البلد الأصليين، وغيرها كتير من الحاجات اللي بتفصل بين المواطن الأصلي والمواطن الفرعي. وده كان أسلوب متبع من قبل كده بقرون كتير على فكرة، وبيرجع لأسباب دينية ما بين الطوائف، وكان فيه سبب رئيسي عن الوشاية بالسيد المسيح عليه السلام. الاضطهاد ده في القرن ال17 كان وصل لذروته، وخصوصا تجاه اليهود، واللي لقوا اضطهاد كبير جدا وغير مسبوق من أهل أوروبا الغربية والشرقية سواء. والاضطهاد ده أطلق عليه مصطلح معاداة السامية، واللي أطلق المصطلح ده هم اليهود. ومعاداة السامية الكلمة مشتقة، أي إن هم من نسل سام ابن نوح، علشان تعرف السامية جاية من إيه، واللي بينحدر منه نسل سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب، وهي الشعوب التي سكنت الوطن العربي قديما. نادى البعض بفكرة وطن واحد، ولا سيما إن كان في أرض الميعاد حسب زعمهم، لكنه فضل حلم، سنين تجيبه وسنين توديه ومفيش جديد، لحد سنة 1894. هنا الفكرة نضجت أكتر، وده بسبب حادثة شهيرة معروفة باسم قضية دريفوس. وده شخص فرنسي الجنسية يهودي اتهم بالمخابرة مع ألمانيا، واتحبس دريفوس، والقضية استمرت لسنة 1906 وتبرأ بعدها. لكن دي كانت الشرارة للعمل الحقيقي على تنفيذ الفكرة لوطن واحد. تعالوا بقى نرجع لهذا المدعو هرتزل. كان بحكم شغله كصحفي مهتم بما يدور في أوروبا والعالم من أحداث، وخصوصا ما يخص بني ملته، ومضى في عقله فكرة العمل الحقيقي والمناداة بالتجمع في وطن واحد. أسس الجمعية الصهيونية،
وفضل هرتزل يحاول ويلف ويدور ويترجى كل اليهود في أوروبا لإقناعهم بالفكرة، وكمان فضل يسعى لإقناع الأغنياء من ملته لتمويل المشروع، وهو مشروع بناء الوطن الواحد. ما كانش حاطط في حسبانه إقامة الوطن المزعوم بتاعه ده في فلسطين أصلاً، يعني ما كانش مقترح قوي الموضوع ده ولا طرح في مؤتمر الصهيوني العالمي. كان أسباب استبعاده لفلسطين هو كونها زحمة وفيها ناس وعرب عايشين كتير هناك، لكن في المقابل كان بيؤيد بقوة إقامة الوطن القومي ده في مصر وتحديدا في سيناء بالكامل. قناة السويس، عيون موسى، سواحل البحر المتوسط كلها كانت مستهدفة. درس بشكل فعلي إقامة الوطن ده في سيناء والخطوات اللي هيعملوها علشان يسكنوا هناك، وفعلا أطلق على سيناء وقتها اسم فلسطين المصرية، وبدأ ياخد خطوات حقيقية في تنفيذ مشروع القومي على الأرض دي. مقترح مصر بتاع هرتزل كان قوي لعدة أسباب، أولهم إنها الأقرب لفلسطين وبالتالي في إمكانية التوسع في المستقبل بعكس المقترحات التانية. ثانيا، قدسية سيناء بالنسبة لليهود. ثالثا، وقعها تحت السيادة البريطانية واللي كانت متحمسة بالمناسبة جدا جدا للمشروع في الوقت ده. وأخيرا، وفرة الموارد ونهر النيل والزراعة، وفعلا كانت إسرائيل هتكون في المنطقة دي. وصف هرتزل سيناء على إنها أرض بلا شعب، أرض تكاد تكون تخلو من السكان، مليئة بالمصادر الطبيعية والفراغ الديمغرافي اللي ممكن يستوعب أكبر عدد من المهاجرين بعد إقامة المشروع. اهتم التقرير بمناطق العريش وبحيرة البردويل ووادي الفرمة وطبعا قناة السويس، وبيوصف طبيعة البدو فيها ان هم مرتحلين مش مستقرين وخالية من ايد الشباب العامل وفرصة كبيرة للاستيطان واستصلاح الاراضي هناك. ودي كانت نقطة امل جديدة لهرتزل، انه ممكن يجيب مية ويستصلح ويعمر هناك. أخذ التقرير وطلع بيه على المسؤولين البريطانيين عشان يقنعهم من جديد إن هم يجيبوا مية من النيل يحفروا لها فرع بقى أو مضخات حسب ما يعملوا ويعمر هناك. لكن الحركة الوطنية المصرية عرفت بالمخطط الصهيوني وبدأت تنادي بوقف المشروع، وقال الخديوي عباس حلمي الثاني إنه ما عندوش أي استعداد وبأي شكل من الأشكال التخلي عن حقوق السيادة المصرية على سيناء، إلا إنه في المقابل أبدت الحكومة استعدادها لاستقبال عدد من المهاجرين اليهود أيا كان العدد، يجوا يعيشوا بيننا وياخدوا تسهيلات وتخفيضات زي ما هم عايزين كرعايا مصريين، ما يجوش يعملوا دولة والصداع ده. وده حصل فعلا، وهاجر منهم كتير هنا. بعد فشلهم في بناء دولة صهيونية في سيناء، قرر هرتزل يتجه ناحية فلسطين، وكانت فلسطين وقتها في عهد الدولة العثمانية. زمان وقتها بيعيش فيها مختلف الطوائف والأجناس، المسلم والمسيحي واليهودي، وبعض الطوائف الأخرى بيعيشوا في فلسطين بدون أي تمييز. وكان معظم اليهود بيعملوا في التجارة، وكان منهم المتسولين والشحاتين في شوارع القدس. سافر هرتزل إلى القدس بعدها، ودي كانت زيارته الأولى، واللي وصفها بأنها أجمل المدن اللي زارها. واتفق الصهاينة في مؤتمر السابع في العام 1905 على أن تكون الهجرة إلى أرض فلسطين. وفي سنة 1896 حاول هرتزل يعمل الصفقة مع السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية، ولفلسطين كانت تحت سيادتها المطلقة، وقدر فعلا ينجح في مقابلة السلطان وحاول يستغل الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها الدولة العثمانية. وكان طبعا جمع مبالغ مالية مهولة من أثرياء اليهود اللي انضموا للمنظمة بتاعته، وعرض على السلطان 150 مليون ليرة ذهب رشوة لي شخصيا، ده غير إسقاط جميع ديون الدولة العثمانية واللي كانت حوالي 33 مليون ليرة ذهب، وكمان وعدوا ببناء أسطول بتكلفة مقدارها 120 مليون ليرة ذهب، وبناء جامعة إسلامية بداخل القدس علشان يوافق انه يتخلى عن فلسطين. لكن كان رد السلطان هو طرده من القصر. واخدين بالكم ان الموضوع شبه بيتكرر؟ وبعد سنين من نشاط هرتزل قدر اخيرا يحقق اللي سعى ليه، وفي سنة 1897
عقد المؤتمر الصهيوني في سويسرا، وتم الاتفاق على إقامة وطن واحد في أرض فلسطين. أيد القرار معظم الدول الأوروبية وبالأخص بريطانيا. تأييد الأوروبيين مش محبة فيهم، إنما من الآخر عشان يخلصوا من وجودهم ضمن مجتمعاتهم ويبقوا نهوا وجود الأقليات بصورة كبيرة جدا، بل بدأوا يساعدوهم بكل الطرق عشان يحققوا ليهم الحلم، بالإضافة إنه يكون لأوروبا عين وإيد في منتصف الوطن العربي ويفضلوا ما بين مصر وبين دول الشام. بالمناسبة جميع المتدينين اليهود اعترضوا على فكرة إقامة وطن لليهود، لأن بيقولوا إن الله كتب عليهم الشتات في الأرض وإن فكرة إقامة وطن خطيئة، وقالوا إن أرض فلسطين هتكون بمثابة مقبرة لينا. خليني قبل ما نكمل الحكاية أحكي لك الأول يعني إيه مصطلح صهيونية. بتسمع المصطلح ده وأكيد كلنا بنردده. طب عارف أصله؟ عارف الفرق بين الصهيونية واليهودية والعبرانية؟ اليهودية هي شريعة أو دين من الله سبحانه وتعالى نزل على نبي الله موسى عليه السلام ومعه كتاب سماوي، ولكن تم تحريفه فيما بعد. مصطلح العبرانيين استخدامه ليه سببين، أو المصطلح ده ليه سببين عموماً. الأول بيرجع لنسل سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم من نسل رجل يدعى عابر، ولذلك سميت اللغة بالعبرانية نسبة لجد سيدنا إبراهيم الأكبر المنحدر من ذرية سيدنا نوح. السبب الثاني أنه في التوراة سيدنا إبراهيم اسمه إبرام العبراني، وهو اسم من فعل عبر، وله نفس المعنى في اللغتين العربية والعبرية، لأن العبرية مشتقة من العربية ومعناه الذي يرتحل والذي يتنقل. ولو لاحظت في أي لقاء في أحد الصهاينة بيتكلم هتلاقي كلامه فيه كلمات عربية بنفس نطقها العربي. مصطلح الصهيونية بقى ركز معايا، مالوش أي علاقة تماما بالشريعة اليهودية، لأن الصهيونية عبارة عن حركة أو منظمة سياسية هدفها الوحيد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. الاسم جه منين؟ الاسم من جبل صهيون الموجود بفلسطين، يعني حتى الاسم سرقينه من اسم جبل موجود في فلسطين في شرق القدس القديمة. الكلمة نفسها كلمة كنعانية قديمة أطلقوها وقتها على مكان أو حصن قريب من الجبل ده، أنشأ سيدنا داود عليه السلام في وادي صهيون. موقع الجبل هو مدينة القدس، وبناء عليه هم اعتبروا ان دي اول دولة فعلية ليهم. المنظمة الصهيونية العالمية اخذت الاسم عشان توهم اتباعها ان كل اللي هتعمله هو تنفيذ للشريعة فقط، وانها مش حركة سياسية على الاطلاق، زي العديد من الحركات اللي غلفت نفسها بالدين وهي في الاساس حركات سياسية بحتة. طب السؤال، ليه الجبل ده؟ الإجابة لأن في شريعتهم بيؤمن البعض منهم أن الجبل ده بيسكنه الإله يهوى اللي بيدير شؤونهم، يعني مركز حكم الإله. وبالمناسبة هذا الجبل له قدسية أيضا في المسيحية، لأنه موجود في غرفة العشاء الخاصة بالسيد المسيح وتلامذته وأتباعه. خلينا نشرح حاجة مهمة كمان في الحقبة التاريخية دي، أن بعد وفاة سيدنا سليمان هم كفروا كفر بين، وكلنا عارفين قصة كتب السحر اللي إبليس قال لهم على المكان اللي سيدنا سليمان أخفاهم فيها تحت عرشه، وضاعت التوراة نهائيا وبدأ يظهر ليهم ويكتبوا بأيديهم شريعتهم المكتوبة بالأيدي البشرية، وده ظهر في كتاب اسمه التلمود، وهي كلمة مستخرجة من كلمة عبرية اسمها لمود وتعني التعاليم، وبيرجع المعنى الشامل للتلمود بأنه كتاب التشريع وتعاليم الفقه والدين ككل. يقول الله تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كلمة ويل في اللغة تستعمل وتستعمل معها كلمة ويح، نقول ويحة فلان، وتستعمل كلمة ويس
ثلاث كلمات، ويس وويس وويس، دي تستعمل للهلاك، ويل يعني هلاك، وتستعمل للعذاب، وتستعمل للتقبيح، وتستعمل للتحسر من رؤية جزاء شيء غفل عنه الإنسان. ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما تصفون. فإذا هي تأتي للعذاب، تأتي للهلاك، تأتي للتقبيح، تأتي للتحسر وقت مجيء عذاب على أمر لا يمكن أن يتدارك. قيل إن الويل واد في جهنم يهوى المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا ليه، لأن عذابهم هيبقى مضاعف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. باختصار، لأن الموضوع محتاج حلقات في حكاية التلمود، هو بيتناول قصص بني إسرائيل وتاريخها من حروب ونبوءات وغيرها، وهو أساس الإسرائيليات الشائعة، وهو مليء بالتعاليم الدموية من الطراز الأول، وخصوصا الإصحاح 20 من سفر التثنية. ياريت بعد ما تسمع الحلقة دي تجيبه من على النت وتقرأ. في طائفة تدعى اليهود الحريدم، ودول غير مقتنعين بدولة إسرائيل أصلا وضدها، وهم اليهود المتدينين. وحريدم مستخرجة من كلمة حريدي أي التقي، فحريديم أو حريدم تعني الأتقياء، ولها معنى آخر هو الزاهد المتصوف المنعزل عن حب الدنيا. ودول عشان تبقوا عارفينهم اللي بيلبسوا الهدوم السودة من اليهود، وفوق راسهم وشاح أو طاقية كده نازل منها ضفرتين، وبيزعموا ان ده اللبس الشرعي في الأصل لليهود، كما جاء في وصية النبي موسى عليه السلام في سفر الأعداد، وسيدنا موسى بريء كل البراءة من هذا الكتاب المزعوم. بعد ما شرحنا التسميات والمصطلحات، تعالوا نرجع بقى لبناء دولة الاحتلال ونكمل الحدوتة. حدوتة سودة مظلمة مليئة بالدم، فضل الحلم ببنائها قائم حتى بعد موت هرتزل، وفضلت الجمعية الصهيونية بتقوم بأعمالها إلى أن جاء سنة 1916، السنة اللي اتعقد فيها مؤتمر سري بين بريطانيا وفرنسا تحت مباركة الإمبراطورية الروسية، وهو المؤتمر المعروف باسم اتفاقية سايكس بيكو، واللي بتنص على تقسيم الهلال الخصيب من مصر للعراق بين فرنسا وبريطانيا. وقعت مصر وفلسطين وشرق الأردن، الأردن بمسماها القديم، وسوريا وغرب العراق تحت السيادة البريطانية، وأن التحالف ده هيعزز فرص هزيمة الدولة العثمانية والقضاء عليها، لأن مصر كانت تتبع الدولة العثمانية في الوقت ده، إنما الحكم الفعلي كان لبريطانيا كمحتل لمصر. والاتفاقية دي اتسمت زي ما قلت لحضراتكم باسم سايكس بيكو، لأنها تمت بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والعقيد البريطاني مارك سايكس. في سنة 1917 تم الاعتراف الرسمي بالدولة الصهيونية. وعد بولفر، وآرثر بولفر هو وزير خارجية بريطاني في الوقت ده، كتب رسالة لصديقه لينال والتر دي روتشيلد، أحد أثرياء عائلة روتشيلد الشهيرة اللي تكلمنا عنها في الكيان الماسوني لو تفتكروا، وهو واحد من أثرياء العالم، بيوعدوا فيها بتحقيق حلم الوطن الواحد. وفي 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى، واتهزمت الدولة العثمانية، وانشغلت روسيا بالأحداث الداخلية بما يسمى الثورة البولجوفية، ومن هنا بدأت بريطانيا تهجر اليهود من أوروبا لفلسطين، وخصوصا الأغنياء منهم، على أنهم فلسطينيين الأصل، في صورة أنهم مواطنين مضطهدين في أوروبا، وأنهم لاجئين لأهلهم الأقليات في بلاد العرب. ببساطة أصبحت فلسطين تحت سيادة الحكم البريطاني المطلق بهزيمة الدولة العثمانية، فكان ليها مطلق الحرية في التصرف في كل حاجة، وكان في يهود أقليات في مصر وفي فلسطين زي باقي العالم، لكنها فئة لا تتعدى 1%، وكانوا في مصر عايشين كلهم في حي الظاهر والعتبة واللي حواليهم من الأحياء. ف
فاستعان الإنجليز بالأقلية دي من يهود فلسطين إنهم يستضيفوا يهود أوروبا، والإنجليز زوروا لهم ورقهم وجنسيتهم. ومع الوقت بدأت بريطانيا كدولة مستعمرة تفرض حكمها على المواطنين الفلسطينيين الأصليين العرب، وتهجرهم من بيوتهم بالقوة الجبرية، وفي نفس الوقت تدي الأقلية من اليهود البيوت دي، وتفضل تهجر يهود أوروبا لفلسطين وخصوصا الأغنياء، بالإضافة لتبرعات الأغنياء من أوروبا. فبدأوا يتوسعوا في الأرض، يبنوا بيوت تانية، ويبعتوا الباقي اليهود علشان يهاجروا للأرض الجديدة. ومشي الموضوع بالطريقة دي، وده من بداية سنة 1920، بداية الانتداب البريطاني في فلسطين، بمعنى تدخل بريطانيا العسكري لحكم فلسطين. لكن ده واجه شوية مشاكل لأنه ما كانش بموجب ورق رسمي، لكن كل الفكرة منتصر أخذ أرض مهزوم. سنة 1922 أقرت عصبة الأمم الانتداب رسميا، فبدأت بريطانيا تضع على إيد وزيرها هناك وينستون تشرشل حجر الأساس لبناء الوطن الواحد لليهود. عينت بريطانيا رئيس لبيت المقدس الجنرال إدموند إليمبي، وده كان أول أوروبي يحكم بيت المقدس منذ عام 1187 ميلاديا، عندما حررها صلاح الدين بعد حطين. كانت العملة المتداولة في فلسطين الجنيه المصري، لكن بريطانيا شكلت لجنة مصرفية تساوي البنك المركزي حاليا بعمل ورقة وعملة جديدة. وتم إصدار الجنيه الفلسطيني سنة 1927، وكان بيساوي الجنيه الاسترليني، واتكتب عليه بثلاث لغات، الإنجليزية والعربية والعبرية. وده مش من فراغ، ده عشان يخلوا لليهود الأوروبيين أو العرب المتهجرين لفلسطين وجود رسمي، وفي نفس الوقت يقولوا ان هم شركاء الفلسطينيين اليهود في الوطن. ومش بس كده، بدأوا يغيروا يافطة الشوارع ويكتبوها عربي وعبري. المستندات والأوراق الحكومية بدأت يضاف ليها عبري أسامي المدن، وبدأت اللغة العبرية توازي في فلسطين اللغة العربية. كان الفلسطينيين في الوقت ده حوالي 98% من عدد السكان حسب أرقام الإحصائيات البريطانية، 700,000 من الناطقين بالعربية و 70,000 من اليهود. ولأن بريطانيا كانت تريد مصلحتها فقط، بدأت تفرق بين العرب واليهود بأن يكون في صراع دائم علشان ينشغلوا بنفسهم بعيد عنها. وده اللي حصل بالفعل، قامت أعمال عنف بين العرب واليهود في مختلف المدن وخاصة القدس ويافا. فضلت الأمور بالتغيير على كده لسنة 1944، لما أنشأت بريطانيا أول لواء للجيش اليهودي في يوغوسلافيا، ودربتهم وادتهم سلاح. وبعد سنة 1945 انتصرت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، واتهزمت واستسلمت ألمانيا، وجاءوا باللواء الصهيوني إلى فلسطين، وساعد على التجمع ده وعمل جيش فرار اليهود الفقراء في أوروبا من هتلر. لأن هتلر من سنة 1939 ل 1945 كان محتل شبه أوروبا كلها تقريبا، وخصوصا أوروبا الشرقية، أوكرانيا، بولندا، بيلاروسيا، كرواتيا وغيرها، واللي كان الغالبية من يهود أوروبا بيسكنوها. فما كانش قصاد اليهود اللي ما قدروش يهاجروا فلسطين غير الهروب من بطش هتلر بيهم والانضمام للجيش. هتلر كان بيكرههم كره شديد جدا، وبيرجع الكره والبغض ده ان اليهود كانوا السبب في سقوط واستسلام ألمانيا القديمة في الحرب العالمية الأولى، اللي كانت بتضم ألمانيا والمجر والنمسا. وبعدها البلاد دي انفصلت عن ألمانيا بموجب معاهدة فرساي سنة 1919 في فرنسا. ساعتها هتلر كان صغير في السن، وفضل يحلم بيوم ينتقم فيه من اليهود، لحد ما جه اليوم ده وتعين هتلر مستشار لألمانيا سنة 1933، وبدأت رحلته في أخذ الثأر من اليهود. خلينا نرجع قبلها شوية لسنة 1936، لأن كان في مقاومة من أهل الأرض ضد المستعمر بقيادة عز الدين القسام، إلا أنه استشهد وضعفت المقاومة. لكن برغم كده فضلت المقاومة مستمرة، إلى أن انفصلت إمارة شرق الأردن عن فلسطين كدولة مستقلة بمسمى المملكة الأردنية الهاشمية، وتم صك عملة جديدة وهي الدينار الأردني،
ولم يتبقى سوى فلسطين. وفي 14 مايو سنة 1948 خرج آلاف اليهود في تل أبيب يحملون الأعلام التي تحمل نجمة داود يحتفلون بخروج البريطانيين من فلسطين. وخرج ديفيد بن غوريون في مؤتمره الشهير تحت صورة هارتس زاعما استقلالهم عن بريطانيا وقيام ما يعرف بدولة إسرائيل، لتخرج بعد 11 دقيقة فقط أمريكا معترفة بتلك الدولة الزائفة. انتوا مستوعبين؟ هم أعلنوا ده وأمريكا أعلنت موافقتها واعترافها بإسرائيل بعد 11 دقيقة. العرب كانوا في حالة ذهول وصدمة من اللي بيحصل. كان الأمر لا يصدقه عقل، إن إزاي يأخذون نصف الأرض لكي يصنعوا ما يعرف بوطن لهم؟ ووقف الشرفاء آنذاك موقف الأبطال وخلدوا أسمائهم في سجلات الشرف في التاريخ. وبدأت جيوش الدول العربية سنة 1948، لكن كان العرب للأسف غير مستعدين للحرب وتهزموا. وأعلنت دولة الاحتلال بمنتهى القوة والبجاحة عن وجودها، وتم إلغاء الجنيه الفلسطيني وتم صك الجنيه الإسرائيلي إلى أن ألغوه وتغير إلى الشيكل في الثمانينات وهو مستمر حتى الآن. الاستيطان ما بعد عام 1948. في عام 2021 حصلت أحداث حي الشيخ جراح، وهي أحداث بسبب المحتلين اللي سموا نفسهم مستوطنين. وبيظهر فيديو مشهور لسيدة فلسطينية بتدعى منى الكرد بتقول لواحد انت سرقت بيتي، فرد عليها بكل بساطة وقال لها لو انا ما سرقتوش غيري هيسرقه فاسكتي وخلاص. تعالوا بقى معايا احكي لكم الحكاية من الاول. من اول سنة 1948 بعد ما قدروا الصهاينة يهزموا العرب ويستولوا على الارض، بدأوا في تنفيذ خطة للوجود الفعلي على الارض. الوجود ده بالنسبة لهم مش هينفع يبقى وجود عسكري وبس، لازم يبقى وجود مدني، لازم يقيموا دولة مدنية بكل ما تشمله الكلمة من معاني. فبدأوا يخاطبوا كل الأغنياء اليهود في العالم كله، تعالوا الأرض الجديدة، أرض الأجداد، واستلم أي بيت أنت عاوزه ويعجبك، وهنطرد لك سكانه، ونقي يا يهودي أي أرض تعجبك وابني عليها البيت اللي تحبه، بس تدفع. هتدفع. وكمان خطبوا كل اليهود المضطهدين في جميع الأنحاء. من الآخر كده العاطلين والمتسولين والصيع طلبوا منهم يجوا أرض الأجداد، هنوفر لكم البيت والشغل والمرتب بس بشرط تخدموا الجيش سواء رجالة أو ستات، وتفضلوا على قوة الجيش مدى الحياة. طول ما فيك صحة فأنت على قوة الجيش الاحتياطي. وفعلا تم الاستجابة وراح كل المخاطبين كمحتلين لأرضنا، وبالقوة الجبرية تم طرد أصحاب الأرض من بيوتهم من مدن ساحل البحر المتوسط عكا حيفا ويافا، وعملوا دولة احتلال وهجروا السكان الأصليين للضفة الغربية اللي فيها مدينة القدس وكمان لقطاع غزة. ومع الوقت لقوا ان ده مش كفاية، المحتلين عمالين يتوافدوا أكتر، فبدأوا ياخدوا بيوت الناس في القدس سواء كانوا الأصليين أو اللي تهجروا واللي هم أصلا هجروهم قبل كده. وفي ناس كتير مشيت وراحوا مدن تانية في الضفة زي نابلس جنين والخليل، وناس راحوا غزة. الصهاينة شافوا إن ده برضو مش كفاية، راحوا بنين بين مدن الضفة مدن ليهم في وسطها وسموها المستوطنات، وسكنوا فيها المستوطنين وادوا لكل واحد فيهم سلاح عشان يحمي نفسه، وبنوا بين مدن الضفة والمستوطنات اللي بنوها سور. وفضلت الحياة على كده، الطلبات بالهجرة بتكتر، المستوطنات بتتبني أكتر، بيطردوا الناس من بيوتهم أكتر عشان الوافدين الجدد، لحد ما وصلوا لغزة وحصلت الانتفاضة وهم تراجعوا وبقوا عند الغلاف فقط، أي ما يحيط غزة من الخارج، إنما القطاع نفسه لأ. وده طبعا مشهود عليه دلوقتي وسهل تفهمه من غير شرح، بس خليك فاكر حتة غلاف غزة دي علشان هنرجع لها تاني. سنة 1956 هجروا عيلة الكرد من بيتهم في حيفا بالعافية، وده لبيت ليهم في القدس وتحديدا حي الشيخ جراح.
بيت جميل لفناء واسع جدا وبناية في الآخر لأسرة صغيرة، والأمور مشيت عادي والعيلة كبرت والأسرة عدد أفرادها زاد وبقى فيه أولاد وأبناء وأحفاد. فقرر مؤسس الأسرة يبني ملحق للبيت في الفناء الواسع، ومن هنا صدر القرار إنه يتقفل وعيلة الكرد ما تدخلوش، مع إنه في أرض بيتهم وأرضهم الأصلية، واللي كمان خدوا البيت ده بناء على عقد مكتوب بملكيته الكاملة مقابل قبولهم التهجير بالقوة. إلا إن الجماعة إياهم قالوا لهم ولا يفرق، أصل إحنا أصحاب الأرض من أيام الكنعانيين، لو أنتوا ساكنين هنا من 1000 سنة فيعقوب جدنا كان هنا من 4000 سنة، فإحنا كده كده أصحاب الأرض، وكل ما يتبني عليها هو ملكنا سواء أنتوا اللي بانيينه أو غيركم. وبناء عليه تم غلق البناية الجديدة، حتى تم سد الممر الداخلي اللي بيوصل البنايتين ببعض بجدار أسمنتي، واتمنع أهل الأسرة كلهم دخولها، واتقفلت لعام 2009 لحد ما قرروا يجيبوا فيها مستوطنين. والموضوع ده بقى أغرب من العجب، البيت لباب وتدخل من الباب تلاقي طرقة أو ممر في الوش، على الشمال البناية الجديدة وفي آخر الممر البناية القديمة. جابوا اللي تبعهم مجموعة من الشباب الذكور عددهم من 8 ل 12 فرد، لا أقل ولا أكتر، أعمارهم من 18 ل 30، كلهم عزاب وده كان شرط، ويسكنوا لمدة 3 شهور بس، وكل 3 شهور يغيروهم. وظيفتهم مش الاستيطان، ولكن وظيفتهم تطفيش أهل البيت نفسه. لك بقى أن تتخيل الأفعال اللي كانوا بيعملوها، وخصوصا أنه مشترك معهم في البيت ستات وبنات، وأي بنت أو ست ممكن تتخيل أن دول مشاركينها في نفس البيت. وما باليد حيلة، ومرت السنين لسنة 2021 لحد ما ظهر الفيديو الشهير اللي اتكلمنا عنه في الأول، لما جه مستوطن جديد اسمه يعقوب فوساي وهو يهودي أمريكي، وده مش اسمه الحقيقي، هو شخص نصاب هربان من حكم في قضية نصب اتعمله اللازم عشان يكون مستوطن. فلما جه وقعد أباح لنفسه سرقة باقي البيت كله، ولما السيدة منى الكرد قالت له انت سرقت بيتي، قال لها الجملة الشهيرة عادي، لو ما عملتش كده غيري هيعمل ده. يعقوب، you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. But you, it's easy to yell at me. ويحن على فرق الطقنة ويقول لنا دائما لا تلوم الضحية. No one. He's allowed to steal it, يا عمي. من هو؟ فيقول دم لا يجفف الليل. ثم بقي الحال كما هو عليه إلى الآن، أسرة وعائلة الكرد محتل بيتهم يعقوب ده. أما قصة غزة، لما المستوطنات كترت قرر اللي فيها إن هم مش مستعدين يحموا نفسهم بسلاح، وطلبوا من المسؤولين جيش كامل يحميهم، فلبوا الطلب. ونظرا لأن المنطقة حساسة خصصوا فرقة كاملة من الجيش وسموها فرقة النخبة، وهي من أقوى وخيرة جنود المحتلين، وخيرة دي يعني من وجهة نظرهم يعني من أكفائهم، عشان يحموا ويأمنوا المستوطنات. فلما أبطال المقاومة عملوا الطوفان يوم 7 أكتوبر اللي فات 2023 على فرقة النخبة وأسروهم ودخلوا بيوتهم، وقع الجيش من نظر المستوطنين وانشق المجتمع، وهرب معظم اللي كانوا في غلاف غزة ورجعوا بلادهم من تاني. وكلنا شفنا مطار بن غوريون كان زحمة ازاي ولا زال، والباقي قادين عايشينه وشاهدين عليه. كل دارس التاريخ بيقولوا ان احنا في الفترة الحالية هي فترة بداية النهاية لدولة صهيون المحتل. اي حد بيقرأ تاريخ واي حد بيذاكر تاريخ سواء عربي او غير عربي بيقول ان احنا في فترة بداية النهاية. لكن الصبر يا عباد الله، والنصر قريب بأمر الله. يمكن دي نهاية الملف، لكن دي مش نهاية القضية. حاولنا نجمع لكم الموضوع باختصار من بداية الحضارة البشرية من أول سيدنا نوح عليه السلام لحد وقتنا الحاضر، علشان كل الأجيال تعرف أن الصهاينة هم أكثر البشر فساد وضلال في الأرض على مدار التاريخ. قتلوا أكتر من نبي، وبيحاولوا دايما يقلبوا الحق الباطل والباطل لحق. وضحنا لكم النهاردة كدب مقولة أن الفلسطينيين باعوا الأرض. اوعى لو حد قالك ان هما باعوا الارض تقتنع بالكلام ده،
انت فهمت الحدوتة بالكامل. جيش بريطانيا لما انتصر على الدولة العثمانية اخذ الارض بالقوة، وبعدين ورثها بالتدريج، وعزز وجود اليهود بالعافية على مدار سنين، وقام ببناء جيش ليهم والهزيمة والنكبة في سنة 1948، واستخدموا القوة والإجبار وأخذوا الأرض من أصحابها بالقتل والاغتيالات ومصايب كتير قدينا بنشوفها مستمرة لحد دلوقتي، وبنوا عليها بيوت لناس محتلين من مليون جنسية، وكلنا شفناهم بيجروا ويهربوا يوم 7 أكتوبر، لأن صاحب الأرض ما بيهربش، صاحب الأرض بيحارب لآخر نفس، وده اللي الفلسطينيين بيعملوه. الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، ولا عمرهم هيسيبوها ويهربوا، ولا عمر الصهاينة هيقدروا يكملوا فيها، ومع أول ألم بالبلدي وبالعامية كده بيطلعوا يجروا. انشروا، اتكلموا، احنا حاولنا نبسط الموضوع على قد ما نقدر. المطلوب منك تقرأ، وحتى لو ما قريتش اللي قلناه لك النهاردة شامل ووافي لحاجات كتيرة جدا لتاريخ الصهاينة، التاريخ الاسود الكاذب الملطخ بالدم. احنا ما تتبعناش كوارث ومجازر الصهاينة ضد الفلسطينيين، لان ده كلنا شايفينه. لو عايزين نعمل ملف كامل او حلقات عن تاريخ المجازر قولوا لنا واطلبوا مننا وهنعمله، لكن النهاردة احنا حبينا نقول لك القصة من الاول حصل ايه، وكلمة صهيوني لما تسمعها تفهم ايه، ومصطلحات كتير بتسمعها وتبقى فاهم جت منين. يا رب نكون قدرنا نقدم هذه المعلومة في حلقتنا النهاردة من الملفات السرية.